تمكنا والحمد لله من مواصلة مسيرة بناء المغرب الحديث لكافة مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية لتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وصيانة أمنه واستقراره. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم ومن الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.